بعد قصة الحب الكبيرة اللي كانوا عايشينها مع بعض حصل الجواز، وكانت سعيدة جدا، حاسة ان هي اسعد واحدة في الدنيا، لغاية ما لقت ان الحمل اتأخر وبدأت تحس بالملل. جوزها كان بيخرج من اول النهار ويجي اخر النهار، بتحس ان هي قاعدة طول النهار لوحدها، الملل زهقها. في يوم قالت له انا عايزة اشتغل شغلانة عشان خاطر اتسلى. قال لها لا، شغلي ليكي، انا مش موافق، سلي نفسي في البيت بأي حاجة. قالت له طيب اروح لأهلي اول النهار وابقى اجي اجهز البيت واجهز الاكل قبل ما تيجي. قال لها هتروحي كل يوم؟ انا عنديش الكلام ده، انت سلي نفسك زي ما تقدري كده في البيت. من زهقها وتكلمت صاحبتها وحكت لها على اللي هي فيه. قالت لها ولا يهمك، انا هنسيك الدنيا كلها، انت هتخشي معانا في جروب كله بنات، بنحكي مع بعض وبنقلس وبنقول كلام، واللي احنا عايزينه كله بنحكي ونحل مشاكلنا مع بعض، هتتسلي. البنت عجبتها الفكرة وقال لها طيب ضميني معك على الجروب ده. قالت لها حاضرة، بس الأدمن بتاع الجروب لازم تتأكد ان اللي دخلت معانا دي بنت، وده بتعمله مع اي واحدة بتخش معانا. في يوم البنت لقت تليفون جاي لها مكالمة فيديو، هي خافت تفتح المكالمة وكلمت صاحبتها قالت لها انا جاتلي مكالمة فيديو وخفت افتح. قالت لها ليه؟ لا ده هي هتتصل بيكي، لازم تكلمك وتتأكد ان انت بنت فعلا، عشان احنا في الجروب بنتكلم براحتنا. فعلا الادمن اتصلت بيها واتكلموا مع بعض، وقالت لها خلاص انا هضيفك معانا للجروب وتبقى واحده مننا. دخلت البنت الجروب وفعلا لقت جروب مفتوح جدا، كل حاجه فيه مباحه، كلام كله وقاحه وبجاحه وكلام بين بنات صحيح، بس في كل حاجه بتتقال ومفيش حاجه بتستخبى، واللي عندها حكايه بتحكيها، تفاصيل حياتها بتقولها، بينزلوا صور اباحيه، المجموعه كلها مع بعض بنات وهم حرين باللي هم بيقولوه بيعملوه. البنت لقت مجتمع جديد وغريب عليها، هي اتربت تربية غير كل اللي هي شايفاه ده، بس عجبها الحال، بقت تشوف البروجروبات والصور وتعلق على البوستات، لغاية ما جت في يوم لقيتهم كاتبين حاجة عن الرجل المصري وبيذموا وكلهم قالوا فيه العبر. البنت خدتها الحماسة وراحت كاتبة تعليق وقالت فيه لا يا جماعة، الرجل المصري مش فيه كل ده، ده أنا جوزي فيه وفيه وفيه، وقعدت تمزح في جوزها. البوست ما عداش كده، لقيت ثلاثة معلقين على البوست، منهم واحدة اتصلت بيها قالت لها أنا عايزة نبقى أصدقاء على الفيس. قربوا من بعض فعلا وأصبحوا أصدقاء، وتليفونات مستمرة، وبقى مسليين بعض على الآخر وبيكلموا مع بعض في كل حاجة، حتى إنها ممكن تكلمها عن جوزها بطريقة مش كويسة، تشتكي لها عن أي حاجة بينهم، ممكن يصوروا بعض صور عادية كده ويبعتوا لبعض صور في أماكن بين جسمهم لبعض، بنات مع بعض بقى. واللي حصل بعد كده، قربت هي وصاحبتها من بعض قوي، وكانوا بيحكوا لبعض كل تفاصيل حياتهم، حتى لو كان حاجة كلمها جوزها فيها بتقولها لها، وحتى إنها كانت بتصور نفسها صور وتبعتها لها، فيديوهات أجزاء من جسمها، شغل بنات بقى مع بعض، كل التفاصيل عند صاحبتها اللي اسمها فرح. في يوم لقت جوزها بيقول لها ان ايه انت كنت بتطلبيه اول الجواز وانا كنت بقولك ناجله. قالت له انا كنت طلبت منك ان احنا نسافر ونغير جو يومين كده في شرم ولا في اي حته حلوه. قال لها ماشي يلا هنجهز الورق ونسافر الاسبوع الجاي. طبعا هي كل حاجه بتحكيها لصاحبتها، قالت لها على ان جوزي هيسفرني معاه سفريه، ايه رايك اروح ولا ما اروحش؟ قالت لها لا تروحي طبعا، شوفي الاجراءات المطلوبه واعمليها وروحي غيري جو. راحوا غيروا جم جو وجم، بعدها جوزها قال لها ايه وريح اقضي بقى يوم النهارده مع اهلك وانا هاجي اخدك. راحت قضت يوم تستنى جوزها يجي، ما جاش. لما اتاخر عليها راحت البيت، وجدت في البيت جوزها وواحده والمأذون واتنين شهود. الواحده دي طبعا طلعت فرح صاحبتها، واتضح ان هي خدت كل اللي قالته لها واستغلته ضدها، وجمعت معلومات كبيره جدا عن جوزها، وقدرت تقرب منه، ومن الناحية التانية كرهته في مراته. بدأت تسمع المكالمات اللي هي بتقولها على جوزها لما بتشتم أو بتقول حاجة عليها براحتها، وكان ما تعرفش إن هي كانت بتسجلها. أي نقد ضد جوزها كانت بتجمعه وجمعه وتسمعه لجوزها، تقرب منه ناحية وكرهه بناحية تانية في مراته. راحت مرة في الآخر الصور اللي هي كانت بتبعتها لها، أتريها كانت بتودي الصور دي على جروبات، وقالت لحق مراتك مش كويسة، تحطت صورها على الجروبات وادي جسمها اهو، مش انت عارفه؟ اتاكد فعلا من كلامها صحيح، وده جسم مراتي، وده كلامها على الموبايل ضدي. كرهها وقرب من فرحه فعلا،
يتحدد يوم الجواز واتفقوا ازاي يتخلصوا من مراته في نفس الوقت تخسر كل حقوقها. وكان الاتفاق ان الورقة اللي هي هتمضيه للسفر كانت ضمنهم ورقة التنازع عن كل حقوقها حتى عفش بيتها. صاحبتها خدت جوزها وخدت عفش بيتها وخدت منها كل حياتها عشان خاطر كانت بتحكي كل أسرارها لواحدة غريبة، بتصور نفسها وتسلمت سلاح لواحدة غريبة. أسرارك أسرار بيتك وأسرار جوزك بتخرجش من بقك لأي حد، وانت برضو مش كلام يطلع من بقك وتقوله لأي حد لصحابك. ما تعرفش اللي قدامك بتكون ايه، فكرة عاملة ايه وبيقل في دماغه. شياطين الإنس غلبوا شياطين الجن، ناخد بالنا ونحافظ على بيوتنا، عمار البيوت مش بالسهل والخراب سهل جدا. فكركم تشترك في القناة لو انت على اليوتيوب، ولو انت على